فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز نشر وتداول ما يقوله الكفار وما يعملونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة؟ لا يجوز هذا، وإن كانوا يقولون هذا من باب الإنكار، هذا لا يجوز، هذا من إشاعة الشر، ولا يجوز هذا، يجب أنه يكتم ولا ينشر. نعم، ينكر ولا ينشر. نعم.